أجندة سنتي. في أجندة سنتي قدموا لكم أهم المواعيد الطبية والعلمية. أما المرة دي باش نحكي لكم على رانديفو كي سسخا pour le 26 jusqu'au 29 mai 2022 في جربة, deuxième rencontre franco-tunisienne de pneumologie. Les thèmes سسخا oncologie thoracique, allergologie, infection respiratoire, pathologie du sommeil, أكثر التفاصيل واللين دانسكريبسيون تجمو تلقاو على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة FM, إذاعة القاهرة وين الصحة. هذا فيما خص la deuxième rencontre franco-tunisienne de pneumologie في البيريود de 26 au 29 mai 2022 في جرب. كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم. أجندة سنتي.